شوط لا يقل أهمية في تعداد أشواطنا هذا الصباح، شوط التاسع للقعدان، الثنايا المحليات الأصايل 8 كيلومتر مسافتنا المقررة والمعتاد لهذا السن. نذهب مباشرة حيث من تتابعون عبر قناة ياس الرياضية وقناة دبي ريسينج الناقلات لهذه الحدث ولهذا المهرجان. مقدمة الشوط مباشرة اللي في المركز الأول من يحتل الصدارة ياتي هملول محمد بن حمد بن صالح العامري من يقدم لنا هملول مع المقدمة والصدارة. ثاني المراكز اللي في المركز الثاني شاهين علي بن محمد بن بحري بن نوبي العامري من يقدم لنا شاهين محتل مع المركز الثاني. انتقل مباشرة إلى الفاتن أحمد بن سالم بن دربش العامري من يقدم لنا الفاتن محتل مع المركز الثالث. رابع المراكز وصل زعفران حمد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري من يقدم لنا زعفران مع المركز الرابع. النقلة مباشرة إلى المركز الخامس هملول عبيد بن محسن بن راشد المري من يتقدم مباشرة مع المركز الخامس. وفي سادس المراكز من يتقدم شاهين أحمد بن سهيل بن دليله العامري تقدم ممتاز مع المركز السادس. وفي سابع المراكز مشاهدين الكرام يتقدم مباشرة إلى المركز السادس ينطلق مشاكل حمدان بن محمد بن سالم بن محمد الدرعي. سابع المراكز الشبل مصبح بن حمد بالخصوني الكتبي ينطلق مباشرة بهذا الشعار والانطلاق للشبل. وصول وقدوم من سراب علي بن سعيد بن عمر الشامسي محتلا مع المركز الثامن. وفي تاسع المراكز من ياتي مشاهدين الكرام الأسد حمدان بن محمد بن حمد راعي الشيقه العامري المركز العاشر. وختام ندائنا الأول ينطلق مباشرة طوفان فيصل بن حمد بن مبارك الشامسي. هكذا النتيجة، هكذا النداء الأول لشوط القعدان الثنايا المحليات الأصايل. نعود حيث البداية، نعود إلى الاثنين، هناك فردا مع الصدارة ومع المقدمة المركز الأول. هناك من يأتي مع المقدمة شاهين لعلي بن محمد بن بحري بن نوبي العامري هو من يسيطر مع المقدمة والبداية. المركز الثاني من يرافق شاهين مع الصدارة. هناك ياتينا هملول محمد بن حمد بن صالح العامري هنا انفردا الاثنين. يا سلام، هملول وشاهين انفردا مع الصدارة ومع القيادة والريادة في هذا الانطلاق. ثالث المراكز الفاتن أحمد بن سالم بن دربش العامري يتقدم مباشرة، يقدم لنا هذا الاسم محتل مع المركز الثالث. المركز الرابع، رابع المراكز زعفران حمد بن غانم بن علي بن حمود الظاهري من يقدم لنا زعفران مع المركز الرابع. المركز الخامس اللي وصل مشاهدينا الكرام، نتأخر ونشوف اللي في المركز الخامس ياتي مشاهدينا الكرام بهذا التقدم بهذا المسار. هنا هملول عبيد بن محسن بن راشد المري من يقدم هملول محتل مع المركز الخامس. المركز السادس الوصول من سراب، هنا يتقدم بن عمر الشامسي علي بن سعيد بن عمر الشامسي يقدم لنا سراب محتل مع المركز السادس. المركز السابع ياتي مشاهدينا الكرام وينطلق مباشرة الأسد حمدان بن محمد، هنا رع الشيقه العامري ينطلق مباشرة ويقدم لنا الأسد. طوفان ياتي فيصل هنا بن حمد بن مبارك الشامسي من يقدم هذا الاسم لطوفان، غير مباشرة واحتل المركز السابع. المركز الثامن، ثامن المراكز شاهين أحمد بن سهيل بدليله العامري من يقدم شاهين. المركز التاسع الواصل والمتقدم الشبل مصبح بن حمد بالخصوني الكتبي ينطلق مباشرة. القدوم الجديد وصل بالغفران المري، هنا شاهين جابر بن حمد بن جابر
جابر الغفران المري من يقدم هذا الاسم ويتقدم ويغير من مركز إلى مركز وصول وقدوم. مشاهدين الكرام هنا من ياتين اللي هو ظبيان أول إذاعة لظبيان نواف بن أحمد بن محمد الحمادي. هكذا النتيجة هكذا النداء الثاني. وين الموقع؟ انتصفنا المسافة والاثنين عدن قابلات مع جسر العبور هناك مع الصدارة مع المقدمة ومع القيادة. يا سلام من يتقدم بن البحر يتقدم على الجميع في مقدمة الشوط يقدم لنا شاهين علي بن محمد بالبحري بن نوبي العامري مع مقدمة الشوط مع المركز الأول مع الصدارة. يا سلام ومن ياتي مع المركز الثاني هملول محمد بن حمد بن صالح العامري من يتقدم مع المركز الثاني. وصلنا وين الموقع؟ اقتربنا من جسر العبور المركز الثالث الفاتن تعود الملكية لأحمد بن سالم بن دربش العامري. يا سلام محتل مع المركز الثالث المركز الرابع الواصل المنطلق زعفران حمد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري من يقدم لنا زعفران مع المركز الرابع المركز الخامس التقدم من سراب علي بن سعيد بن عمر الشامسي. يا سلام اللي واصل هملول عبيد بن محسن بن راشد المري يقدم هذا الاسم وصول من طوفان فيصل بن حمد بن مبارك الشامسي القادم الواصل. هنا شاهين جابر بن حمد بن جابر الغفراني المري. يا سلام وين الموقع؟ جسر العبور عديناه جسر العبور 3 كيلومتر فيصل عن خط النهاية وهناك الاثنين مع الصدارة بحوار ثنائي مع المقدمة مع القيادة. يا سلام يا سلام يا شاهين ويا سلام يا هملول. المشاهدين الكرام سيطر مع القيادة منذ انطلاق الشوط وشاهين يتقدم علي بن محمد بالبحري بن نوبي العامري. يا سلام باحث عن السلام في هذا الصباح وعن الفوز أن يهديه مصانع الجنوب ينتظرون عودهم بالسلام والفوز والانتصارات. يتقدم بهذا الشعار ويقدم لنا شاهين علي بن محمد بالبحري بن نوبي العامري مع مقدمة الشوط المركز الثاني هملول. هملول تعود الملكية من يقدم محمد بن حمد بن صالح العامري مع المركز الثاني المركز الثالث ثالث المراكز. ياتي الفاتن أحمد بن سالم بن دربش العامري. يا سلام زعفران يتقدم زعفران يقترب تعود الملكية من يقدم حمد بن غانم بن علي بن حموده الظاهري يقدم لنا زعفران المركز الخامس. ياتي اللي هو سراب علي بن سعيد بن عمر الشامسي يقدم لنا سراب الواصل المنطلق في هذه اللحظات. يا سلام هناك اللي هو طوفان تعود الملكية لفيصل بن حمد بن مبارك الشامسي من يقدم هذا الاسم لطوفان الواصل والمنطلق في هذه اللحظات. ياتي مشاهدينا الكرام شاهين تعود الملكية من يقدم لنا شاهين جابر بن حمد بن جابر الغفراني المري والقادم الواصل. من الجانب هناك هملول عبيد بن محسن بن راشد المري. يا سلام هكذا النتيجة هكذا النداء الثالث للمراكز المتقدمة. نعود حيث البداية نعود إلى مقدمة الشوط إلى المنعطف الأخير مع الصدارة. يا سلام شاهين ما زال يكمل المسار شاهين ما زال المنطلق مع الصدارة بشعارك يا بن النوبي مقدمة الشوط يا بالبحري مع الصدارة مع المقدمة. شاهين تعود الملكية من يقدم لنا مشاهدين الكرام في هذا المسار علي بن محمد بالبحري بن نوبي العامري مع مقدمة الشوط ما زال مسيطر هملول ثانيا محمد بن حمد بن صالح العامري مع المركز الثاني. كيلو ونصف الكيلو كيلو ونصف الكيلو عن خط النهاية وهنا مشاهدينا الكرام بدأ يقترب زعفران ويشم رائحة الزعفران بهذا الشعار. يا سلام بن حمودي يتقدم زعفران تعود الملكية مشاهدينا الكرام. حمد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري يتقدم مباشرة غير مع المركز الثاني. هناك مشاهدينا الكرام مع المركز الثالث هملول محمد بن حمد بن صالح العامري. يا سلام اقتربت الأسماء القادمة
القادم الواصل والمنطلق هناك اللي هو ياتي سراب علي بن سعيد بن عمر الشامسي وطوفان وبن دربش، الكل واصل الكل قادم. يا هو انطلاق، ولع الشوط ولع ولع الشوط ولع، وعدينا الكيلومتر الاخير وشاهين سلامي عليك يا شاهين، ما زال يكمل المسار، شاهين ما زال يكمل المسار وبالاتجاه لناموس هذا الشوط ان يهدي هالمصانع الجنوب بالبحري. يا سلام، يسيطر مع المقدمة علي بن محمد بالبحري بن نوب العامري، إن لم يكن زعفران قادم بكل قوة، وصل بن حمودة أو وصل زعفران يتقدم بهذا المسار. تعود الملكية مشاهدين الكرام لحمد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري، يا سلام، يتقدم بهذا المسار وشاهين شاهين 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 المسيطر الأقرب. مشاهدين الكرام، من اللي قادم من اللي واصل؟ ياتي مشاهدين الكرام هناك اللي هو شاهين يتقدم، تعود الملكية لجابر بن حمد بن جابر، ولكن نعود مع شاهين بالبحري، شاهين بالبحري وزعفران بن حمودة الاثنين الأقرب، الاثنين المسيطرات. بن البحري، بن البحري مسيطر يكمل المسار. يا سلام يا شاهين، ما تبقى إلا القليل عن الفوز والانتصار والناموس علي بن محمد بالبحري بن نوب العامري. يا سلام، المركز الثاني زعفران حمد بن غانم بن علي بن حمود الظاهري، اللحظات الأخيرة، اللحظات الحاسمة، لحظة الفوز والناموس، شاهين وزعفران، زعفران وشاهين، شاهين شاهين زعفران، شاهين شاهين شاهين. سلامي عليك يا شاهين، وسلامي عليك بالبحري، وسلام مصانع الجنوب. أكمل المسار مع الفوز والناموس ومع الانتصار. قاد الشوط راس هو انهى الشوط لصالح أن يهديه مالكة ويعوده على الفوز والانتصار علي بن محمد بالبحري بن نوب العامري. سلام لوغان، سلام، وسلام مصانع الجنوب، سلام. المركز الثاني زعفران، تعود الملكية لحمد بن غانم بن علي بن حمود الظاهري. المركز الثالث من وصل مشاهدينا الكرام، المركز الثالث اللي هو مضاد، أول إذاعة لمضاد، وجهنا مع الأمتار الأخيرة ناصر بن عبد الله بن عزيز الشريفي قدم لنا مضاد مع المركز الثالث. المركز الرابع أتى مشاهدينا الكرام اللي هو ليف محمد بن راشد بن غدير الاكتبي. المركز الخامس من وصل مشاهدينا الكرام هملول حسن بن احمد بن حسن العديني. هكذا النتيجه مشاهدينا الكرام. شاهين 12 دقيقه التوقيت الزمني مشاهدينا الكرام، 46 ثانية 9 من الأجزاء. تهانينا والناموس لمالكة علي بن محمد بالبحري بن نوب العامري على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني زعفران قدم عرض رائع، ويشكر حمد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري 12 دقيقة 47 ثانية جوزين من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثالث كان من نصيب مشاهدينا الكرام مضاد من ما يبنال طاري إلا مع المركز الثالث، وهد الناموس ناصر بن عبد الله بن عزيز الشريفي قطع المسافة في زمن وقدره 12 دقيقة 50 ثانية جوزين من الثانية. هكذا كانت النتيجة، ولكن شاهين من نال شرف الناموس وأهدى علي بن محمد بالبحري بن نوب العامري هذا الفوز والناموس والانتصار. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا متابعينا في كل مكان، بداية أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته في هذا اليوم، في هذا